كده نبتدي ندخل في موضوع جديد، ان هو لما اشوف طفل عنده تشوهات خلقية، اول ما اشوف اي طفل عنده congenital anomalies ابتدي الاول اسأل ان هو الطفل ده اثناء الحمل اتعرض لتراتوجين ولا لا، وزي ما قلنا قبل كده التراتوجين any agent that can cause congenital anomaly in an exposed fetus، اي شيء الجنين داخل بطن الام يتعرض له ويؤدي الى تشوهات خلقية، سواء كان ده infection، سواء كان ده drugs، سواء كان الطفل داخل بطن الام اتعرض لأشعة، سواء الام كان عندها uncontrolled maternal disease، سواء uncontrolled maternal diabetes، uncontrolled maternal hypertension، لان ده يسهل الموضوع ان انا في الاول اسأل الام كانت اتعرضت لاي تراتوجين او لا. ده في البداية. نمرة اتنين ابتدي اشوف هل الكونجنتال انومالي دي سنجل ولا مالتيبل. لو سنجل كونجنتال انومالي، واضرب مثلا لو ام حامل والطفل اتكون داخل بطن الام كويس جدا في الثلاث شهور الاولانيين، وهي عندها اوليجو هيدرامنوس، وجاء الرجل بتاعته القدم بتاعته جاء تكبر في اتجاه ما لقتش مكان نتيجة الميكانيكال الكمبريشن اللي موجود، فحصل ان رجله اتعوجت اللي هو نازل لي بكونجينيتال تاليباس، هل ده مالفورميشن ولا ديفورميشن ولا ديسربشن ولا ديسبليزيا؟ من الكلام اللي احنا قلناه الطفل الرجل اتكونت كويس جدا، يبقى ده مش مالفورميشن، ده بعد ما اتكونت كويس جاء عامل خارجي وعوكها، يبقى ده ديفورميشن. لكن لو الرجل اتكونت من الاول غلط يبقى ده مالفورميشن. ومهم جدا زي ما بنقول اي معلومه مش هيترتب عليها فايده للطفل معرفتها زي قلتها، هل هتفرق ان انا اعرف ان ده مالفورميشن ولا ديفورميشن؟ طبعا تفرق. لو ديفورميشن هبعته لبتاع العظم ويصلحه مفيش مشكله. لكن لو مالفورميشن بقى، اولا المكوت في تصليحه صعب، ولازم ادور على اسوشيتد اذر كونجنتال انومالي، ومش بس كده الريسك اوف ريكارنس ممكن يتكرر في الطفل اللي بعده، لكن الديفورميشن عاده بيبقى سبوراديك، ومجرد ان انا انبه الام في الحمل اللي جاي الطبيب بتاع النساء يبقى يعني يعالج الامور عشان الموضوع ما يتكررش تاني. يبقى عرفنا الديفورميشن والمالفورميشن. الديسربشن اللي هو الامنيوتيك فلويد باند، يعني تلاقي الطفل بعد ما يتولد عليه حز كده على رجله او على ايده، ان في فايبرز في الامنيوتيك فلويد عملت حز على الرجل، ده اسمه ديسربشن. ديسبليزيا اللي هي سوء تكوين على مستوى الانسجه، اللي هي ديسبليزيا زي الاكوندروبليزيا سوء تكوين على مستوى الكارتليج، فيبقى السنجل كونجنتال انومالي يا ديفورميشن يا مالفورميشن يا ديسربشن يا ديسبليزيا. مالتيبل كونجنتال انوماليز اسهل، حاجه من ثلاثه، مجموعه من التشوهات الخلقيه لها سبب، ده اسمه سندروم، مجموعه من التشوهات الخلقيه بتيجي مع بعضها في كل بلاد الدنيا وكل الناس عارفاها في كل بلاد الدنيا، لكن لغايه النهارده ما فيش حد عارف لها سبب، بتبقى اسمها اسوشيشن، زي البرتبرال والتراكيوسوفجيال والانال والريكتال، كل دول بيجوا مع بعض بس لغايه النهارده ما فيش حد عارف لهم سبب، فبيتسموا فاتر او فاكتور اسوشيشن. يبقى انا عندي مالتيبل كونجنتال انوماليز لهم سبب سواء على مستوى جين او على مستوى كروموزوم ايا كان، يبقى ده سندروم. مالتيبل كونجنتال انوماليز لغايه النهارده مش معلوم لهم السبب، اسمهم اسوشيشن، لو تعرف السبب يتنقلوا من خانه اسوشيشن الى سندروم. سيكونس مجموعه من التشوهات الخلقيه اللي يحدث اولها ثانيها وثانيها ثالثها وهكذا، زي لما يكون جنين داخل بطن الام عنده سيبير مانديبولار هايبوبليزيا هتؤدي الى سيبير ريترو مايكروجنيسيا، هتؤدي الى ريترو جلوسيا، واللسان لما يرجع لورا هيقف ما بين الرايت والليبت سوفت بالات ويؤدي الى كليفت بالات، فيبقى عندي سيفير مانديبولار هايبوبليزيا ريتروجلوسيا كليفت ليبو بالات، ده سيكونس، ومش مهم ان يكون اسمه بيير روبن سيكونس، ده اسامي الخواجات اللي اكتشفوه. اللي هو كان زمان اسمه منتال ريتارديشن، دلوقتي زي ما قلنا خلاص ما بيتقالش الاسم ده، انتلكشوال ديسابيليتي اللي بتتقال. الانتلكشوال ديسابيليتي عشان اقول ان طفل عنده انتلكشوال ديسابيليتي الاي كيو اقل من
70 وفي بيهيفيرال ديس اوردرز، وده بيحصل خلال الايرلي ديفلوبمنتال بيريود. هنتكلم على المانجمنت سواء دايجنوزز او تريتمنت، والتريتمنت سواء بريفنشن او اكتيف تريتمنت. الانتلكشوال ديسابيليتي ديفينيشن قلناه، الكوزز هنقولها والمانجمنت هنقوله برضو، وكلمه مانجمنت تشمل دايجنوزز وتريتمنت، والتريتمنت يشمل بريفنشن واكتيف تريتمنت. احنا قلنا خلاص الديفينيشن. ننقل لموضوع تاني اللي هو الانتلكشوال ديسابيليتي اللي كنا زمان بنسميه منتال ريتارديشن، هو دلوقتي بيفضل يتقال انتلكشوال ديسابيليتي احتراما للمجموعه اللي عندها الموضوع ده. الكوزز اسباب نيتال اثناء الولاده واسباب قبل الولاده وبعد الولاده، واحنا قلناهم كلهم في اللي فات. الانتي نيتال كوزز ايه؟ الكروموزومال ابنورماليتيز قلناها، الامبورن ايزو ميتابوليزم قلناه، التراتوجين قلناه، النيتال اللي هي ديفيكالت ليبر، برولونجد ليبر، الحاجات اللي هي بتحصل اثناء الولاده. البوست نيتال اللي هي بوست كيرنكتريك اللي هي الصفراء، بوست مننجيتيك، بوست انكيفاليتيك، بوست مننجو انكيفاليتيك، بوست سيانوتيك، كل دي الكوزز بتاع الانتلكشوال ديسابيليتي. الدياجنوزز برضو من الكلام اللي احنا قلناه، لو احنا كلينيكالي سسبكتنج كروموزومال بنعمل كروموزومال ستادي، لو احنا سسبكتنج امبورن ايرزو ميتابوليزم بنعمل ميتابوليك ستادي، ولو مش متاح ده ممكن نوصل في بعض الحالات اللي هي مش متاح برودكت ان احنا نعمل دي ان ايه خصوصا في الانتي نيتال، ونطلب سيرولوجي برضو اي جي جي واي جي ام زي في حالات الروبيلا، وايمجنج سواء سي تي او اكس راي عاديه او ام ار اي على حسب، واذرز از انديكيتد على حسب الحاله اللي قدامك. نيجي للحاجه المهمه التريتمنت اللي هو بيشمل حاجتين بريفنشن واكتيف تريتمنت. البريفنشن يبتدي من الكارير ديتكشن، ومن بقى من الاول اول اثنين ما يكونوا هيتعرفوا على بعض عشان يتجوزوا فيبقى بريماريتال ايفالويشن فحص رغيف الزواج، طبعا ده مهم، وتجوزوا يبقى يتعمل جود انتي نيتال كير. هتولد تولد في ظروف ولاده امنه اللي هو النيتال كير، اتولد الطفل يتعمل النيونيتال سكريننج اللي بيتعمل منه دلوقتي الثايرويد والفينايل كتينيوريا في مصر، والفاكسينيشن للحاجات اللي تمنع المنتال ريتارديشن. ده بالنسبه للبريفنشن. الاكتف تريتمنت يعني الايرلي انترفنشن والفيزيوثيرابي، انا وجهه نظري وان هو الاساس البيت، يعني الايرلي انترفنشن زي ما قلنا قبل كده، طبطبه وبوس وحضان وخروج وفسح وملاغيه وجو عائلي رومانسي، لان الاطفال اللي هو عندهم انتلكشوال ديسابيليتي لو اتعاملوا وحش بيقلبوا على حاجات تانية زي ما قلنا في الداون سندروم، ممكن لو ما اتعاملش كويس يقلب لاوتيزم وبنسميه دبل سندروم. الفيزيوثيرابي برضو جزء رئيسي يستمر في البيت فترات طويلة جدا، ممكن اروح المستشفى اعمل لكن اكمل في البيت، لانه كل ما اعمل فترات طويلة النتيجة بتبقى افضل. سبيسيفيك تريتمنت بقى عندي اقسمه السيرجيكال وميديكال. السيرجيكال كوركشن اوف اني كونجينيتال انومالي زي التاليفاس اللي احنا قلناه او خلافه، ده السيرجيكال. الميديكال برضو اقسمه للتراديشنال وريسنت. الريسنت ستيم سيل ثيرابي او جين ثيرابي، والتراديشنال بقى دايتيتك مانجمنت في حالات الامبورن ايروز اوف ميتابوليزم، دي المهمه بالاضافه از انديكيتد على كل حاله لوحدها. ده ببساطه الحاجات اللي مطلوبه كبكالوريوس، وباذن الله تكون الامور واضحه وما فيهاش صعوبه.